السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع بحلقة جديدة عن المؤشرات الاقتصادية بخصوصها. نتحدث اليوم عن مؤشرات البيئة الاقتصادية. مؤشرات البيئة الاقتصادية من المعايير المجتمعات الناجحة هو مراعاة البيئة واستخدام الموارد الطبيعية باعتدال، وتعتبر سويسرا بلدا يراعي المؤشرات الاقتصادية البيئية. عادة يصاحب النمو المتزايد في عهد كان النمو الاقتصادي ارتفاعا في استهلاك الموارد الطبيعية وزيادة في الانبعاثات، هذا بالطبع ما لم تضبط السلوكيات أو تؤدي تطورات تكنولوجية لتحسين الكفاءة. على سبيل المثال، يميل استهلاك الطاقة والأراضي إلى النمو بنفس المعدل تقريبا الذي يحتاجه السكان، بينما يبقى حجم النفايات البلدية متطابق مع إجمالي الناتج المحلي. إذا نرى ذلك من خلال هذا الشكل، إذا تطابق النفايات مع حجم الناتج الإجمالي وأيضا السكان في تزايد، أيضا حجم الطاقة يتناسب مع السكان، بينما نرى أن الانبعاثات الغازية في سويسرا، وهذا مراعاة للبيئة، تبقى ثابتة تقريبا منذ عام 1990، وبالعكس بدأت في انخفاض، وأيضا بدأ استخدام مياه الشرب هو في حال انخفاض، وأيضا استخدام الموارد الطبيعية الأخرى. أيضا خلال فترة 24 عام نمت المناطق العمرانية الحضارية بمعدل 23%، وذلك على حساب المناطق الزراعية. إذن هذه المناطق العمرانية، إذن نلاحظ أنه خلال الفترة من 92 إلى 2004 تقريبا كان في حالة نمو. أيضا كان نشوف أن الأخشاب كان في تعرضت بشكل جاد إلى القطع، المناطق الزراعية في حالة تراجع، مزارع جبال الألب في حال تراجع، والمساحات الطبيعية في حال تراجع، لأن المساحة العمرانية بلغت 7.5، وأيضا يعني 4.7 تقريبا من مساحة الأراضي القابلة للاستخدام هي تحولت إلى الأراضي العمرانية. فهذا الجدول يبين لنا تركيبة إذن الأراضي في سويسرا. أيضا من المؤشرات الهامة هو درجات الحرارة في الهواء من سنة إلى أخرى، تتميز بفترات شديدة البرودة وأخرى دافئة. فتسعة من أصل 10 من أحر السنوات في سويسرا منذ بدء بإعداد سجلات في عام 1864 كانت في القرن 21، وفي 2015 بالذات كانت أحر سنة. لذلك قررنا أن نخصص حلقة في درجات الحرارة عن سويسرا. ومع ذلك يبقى هناك أسئلة بدون حل في سويسرا فحسب، ليس في سويسرا فحسب بل في أغلب دول أوروبا. هل الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية والبيئية لصالح المجتمع اقتصاديا واجتماعيا؟ أم الأصح تطبيق المقولة اصرف ما في الجيب حتى يأتي ما في الغيب؟ وهل من حقنا استثمار الموارد البيئية أخص استثمار؟ أم للأجيال القادمة حق في هذا؟ شكرا لحسن استماعكم.